السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة بغيت نبارك لجميع المغاربة ملكا وشعبا ومتابعين ديالنا الأوفياء الملف ديال الوالدة ديالي، بارك اليوم هذا العيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتو وطول العمر والعافية. حاجة أهم من المستجدات ديال الملف ديال الوالدة ديالي أننا وصلنا لواحد النقطة، انا غنعاود لكم دابا الامور اللي ميمكنش يتقبلها العقل السليم في دوله الحق والقانون، وكنتوجه من خلال هذا التصريح اولا للملك البلاد امير المؤمنين بشكايه ومجموعه ديال التساؤلات اللي غادي تطلعوا عليها. اولا غادي نستند على اللي قال الملك في الخطاب الملكي السامي ديالو ديال ذكرى 18 لعيد العرش المجيد، اللي ذكر فيه بان هناك اختلالات على مستوى الاداره والموظفين العموميين، وايضا هناك وجود ديال الاختلال ديال عدم تنزيل ديال الدستور ديال 2011 وتطبيق القانون بشكل سليم. وفي الاخر واحد الكلمه اللي هي مهمة، أنه قال أنا لست متشائما وإنما أعرض الحقيقة بالشكل ديالها، واقعي، إنسان واقعي. واليوم أنا جيت نعود للملك ديال أش كيوقع حقيقة على أرض الواقع، على مستوى القضاء وعلى مستوى الحقوق والحريات في المملكة المغربية الشريفة بين 2020 إلى حدود من 2019 حتى الحدود 2024. أنا اللي كان والدة ديالي 68 سنة فوق كرسي متحرك محتجزة، ماشي معتقلة باسم القانون، هادشي اللي داروا لنا ما عنده حتى شي علاقة بالقانون ولا بالعدالة المغربية، محتجزة معتقلة دابا 4 سنين. حنا ما عندنا عيد، ما عندنا حياة الأبناء ديالها، لأن حتى حنايا داروا لنا ملفات، صنعوا لنا ملفات ديال الإدانة، حنا كنتسناو غير يتلو علينا الحكم ديالنا. أنا أصلا حكموا عليا بأربعة ديال الخطاط، أربعة ديال الأحكام في الظرفية ديال 17 يوم. علاش؟ لأنني درت شكاية بالقضاة والمسؤولين القضائيين، درتو محمد عبد النبوي، درتو بزينب العداوي، درتو بمجموعة ديال القضاة اللي عندي أدلة وحجج أنهم ما داروش، تجاوزوا، داروا أفعال كتستدعي بأنني نمارس الحق ديالي ديال التقاضي والتشكيل ونصوص عليه بالفصل 118 من دستور المملكة، وحق التقاضي، والفصل 6 حق المساواة أمام القانون، والفصل 1 من دستور المملكة ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة، اللي الملك في نفس الخطاب ديال ذكرى 18 لعيد العرش قال بأن يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقول في مجموعة ديال الخطابات الملكية السامية ديالو. أنا جيت اليوم باش نعرض على الملك الواقع كما هو، الواقع ديال أن الأحكام والقرارات القضائية، كنهضر على الملفات ديالنا، وأعي تماما ما أقول، وهادشي راك شتو بأن اللي كيتابعني كيشوف بأن راه ديما كنعرض بالوثائق والحجج والأدلة المحصنة قانونا من طرف الإدارات والمؤسسات، وأيضا مؤسسة القضاء الصادرة عنها، يعني ما فيهاش الشك. كنعرض بأن تعرضنا للتزوير والتحريف كمثال، نعطيكم آخر حاجة طرات لنا في الملف ديالنا المواطنين، أننا تصوروا حدا دار الملك يعني في الرباط، تحيلوا لنا الملف، الناس ديال النقد الله يجازيهم بخير، تنقد الملف ديال الوالدة ديالي بعد ما حكمت بعشر سنوات بلا ما تحضر، بلا أوراق، بلا محاميين. هادشي عادي، حنا عندنا في الحالة ديالنا كيحكموا علينا بلا أوراق، بلا محاميين، بلا والو. وحتى إلا مشينا حنا والمحاميين ديالنا للمحكمة، كيديروا المحاميين بحال ما كاينينش، كيديروا الأوراق ديالنا بحال ما كاينينش، كيديروا حنا بحال ما كاينينش. حنا ولينا وحنا والمحاميين ديالنا والأوراق ديالنا ولينا دايرين بحال الكراسة، يعني غير كنجيو كنتحطوا كيأتتوا بينا المشهد، والأحكام ديالنا راه واجدة وجاهزة، كيقرر فيها مسؤول قضائي راه درنا به الشكاية، هو من معاه اللي متورطين في مجموعة الجرائم الجنائية التي لها طابع جنائي ومرتبطة بموظفين العموميين، واللي علمنا بها أولا وقبل كل شيء جميع الإدارات والمؤسسات، والملك بصفته أعلى سلطة قضائية في البلاد. يعني أنا اليوم دابا فاش كنهضر راه كنهضر بمنطق قانوني، ماشي كنهضر عن فراغ. الملك هو مسؤول قضائي الأول بالمملكة، وحامل الحقوق والحريات الضامن لاستقلالية القضاء طبقا الفصل 107، قاضي القضاة طبقا الفصل 42 من دستور المملكة، الذي يعين جميع قضاة المملكة، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
وغيره وغيره من الصلاحيات اللي كنهضروا مع الملك اليوم بعدما استنفذنا جميع الطرق والاساليب والسبل القانونيه والاداريه باننا غنحصلوا على شروط المحاكمه العادله كما وريتكم كما غنوريكم دابا. الوالده ديالي دارت تقريبا 100 يوم اضراب عن الطعام او الرابور ميديكال ديال المغاربه. الوالده ديالي دخلت للكوما نقرا عليكم. En conclusion, patient toujours instable sur le plan métabolique et nécessite l'hospitalisation dans un service de réanimation. والدة ديالي دخلت للكوما فقط من أجل شروط المحاكمة العادلة. يا معمرة ما تحققت والدة ديالي جروا ليها ولادها كاملين كاين في المغرب حيت وجزنا حنا صاحب الجلالة في المغرب. حنا محتجزين عندك صاحب الجلالة في المملكة ديالك. الوالدة ديالي محتجزة عندك فقط من أجل الفساد. هاد الناس ما داروش معنا القانون بعيدا عن القانون بعيدا عن العدالة بعيدا عن القضاة النزهاء بعيدا عن المسؤولين النزهاء. ما بغا يوريونا الورق حيدونا الورق الملفات ديالنا كما هو الحال. آخر حكم صدر على الوالدة ديالي تأييد الحكم الابتدائي محكمة الاستئناف بالرباط ملف جنائي استئنافي 170/26/2023. قال لك القاضي قال لك هيئة الحكم مكونة من 5 قضاة زائد قاضي النيابة العامة. قال لك الملف 12000 وثيقة صاحب جلالة اللي ضافت الملف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف قاضي التحقيق من طرف حنا كدفاع حنا الدفاع ديال الوالدة ديالي بمذكرات مؤشر عليها. هادشي كامل صاحب جلالة غدر ما بغاوش يديروا لنا الخبرة الحسابية كيخرجوا علينا شي أحكام قضائية بغرض الاستيلاء على الممتلكات ديالنا ويدخلونا كامل للحبس. انا والاخوه ديالي صاحب الجلاله انا اللي اليوم 2020 مشيت للنيابه العامه كنطلب الحق ديالي في التشكي. 1000 شكايه صاحب الجلاله ولو شكايه وحده ما تطبق فيها القانون يعني بما يعادل نسبته 1 على 1000 مره. يعني الا جينا نحسبوا شحال الاصفار كانوا من مور الفصيله غادي نلقاو يمكن شي ما عرفش كاع شحال واش 3000 ولا 4000 ولا 10000 صفر من وراء الفاصلة بأنه يستحيل بأن يكون هذا الشيء وليد الصدفة وإنما هي سياسة ممنهجة ديال تجريدنا كمغاربة أفراد من هذا الشعب من أبسط الحقوق ديالنا في التقاضي والدفاع عن النفس. حنا ما عندناش الحق نشكيوا صاحب الجلالة آلاف ديال الشكايات كنديونا للمحكمة كيجلسونا كيقراو علينا الأحكام اللي جاية من الرباط من طرف واحد اللوبي ديال الفساد اللي راسلنا كتابة خاصة ديال صاحب الجلالة الديوان الملكي سمو ولي العهد الله ينصرو تا هو بها المسؤولين جميع المسؤولين جميع مؤسسة الرقابة المالية ترسلوا غير الوثائق ما كنرسلوش حنايا بالهضرة راسنا بالوثائق لي زوديو الحساسية ديال مجموعة ديال الأمور حتى شي حاجة ما بغات تحقق لينا في الملفات ديالنا. هل يعقل يا صاحب الجلالة بأن اليوم في 2024 حقوق الإنسان المغربي يترأس حقوق الإنسان الوالدة ديالي مسنة مليوحة في الحبس صاحب الجلالة بهذا المصطلح نتوما المدافعون يقدوا لنا شعبي العزيز واش حنا أعزاء صاحب الجلالة واش غير في الخطابات وعلى أرض الواقع. أنا أتساءل اليوم صاحب الجلالة أنا أسألكم أنا فرد من هذا الشعب اللي كتقول لنا العزيز واش أنا عزيز صاحب الجلالة في الخطابات والواقع أنا ماشي عزيز ولا 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 الناس ما كينفذوش التعليمات ديالكم. أنا يستحيل صاحب الجلالة من 2020 وأنا كنكتب لكم الديوان الكتابة الخاصة ديالكم بأنكم ما توصلوش المعلومة بأن امرأة مسنة في البلاد ديالكم في المملكة ديالكم أمير المؤمنين دارت 100 يوم إضراب عن طعام من أجل شروط المحاكمة العادلة بأنه يتجروا لها كاع ولادها ووالديها وعائلتها اللي كاينين في المغرب ملفات قضائيه ونمارس علينا الانتهاكات الحقوقيه والدستوريه والقانونيه. هادشي لا يتقبله العقل السليم صاحب الجلاله. حنا طلبنا غير يوريونا الورقه صاحب الجلاله على مستوى ديال 5 ديال المحاكمات وجوج دوائر 3 دوائر قضائيه في المملكه بين الدار بين اكادير والدار البيضاء والرباط وما ادراك ما هاد الدوائر الاهميه ديالهم. حتى شي هيئه قضائيه استئناف جنائيه او جنحيه ما بغاش تورينا الورق. حتى واحد ما قدروا يجيبوا واحد الامي يجيبوه يمثل امام القضاء كباقي الناس ما بغاو يجيبوا لنا 43 شهاد ما بغاو يستدعيوا حتى شي واحد في الزواجيه واضحه وصريحه واقعيه لطبيق القانون. انا صاحب جلاله لست عدميا انا احد افراد الشعب المغربي الحر الابي احد رعاياكم الاوفياء. ما عندي لا 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 اجندات سياسيه ما عندي لا عقيده مختلفه. العقيده الوحيده ديالي انني نعيش والعائله ديالي بكرامه. هادشي لا يتحقق لي يمكن كالالاف ديال المغاربه اللي كيصيفطوا لي الرسائل ديالهم
اليوم وصلنا لواحد المنحنى ديال لو بوين دو روبتور باننا ما قدرناش صاحب الجلالة في المملكه ديالكم باننا ابسط شروط المحاكمه العادله. انا شبعوني بالشكايات اللي كتحرك دغيا كتحرك ضدي نفس الاشخاص شاكين بيا نفس الاشخاص اللي تشكيت بينهم بجنايه بالشكايه ديال الجنايات بوثائق الالاف ديال الوثائق جاوا شكاو بيا وتحركوا الشكايه ديالهم بينما انا الالاف المئه ديال الشكايه ديالي ما كتحركوش ديال العائله ديالي الاخيره ما كتحركوش شواهد الملكية زورهم عقود توثيقية زورهم شكون المستفيد منهم شكون المحررة لفائدة زوروا الإرث ديال صادر عن المحاكم التجارية وعن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كلشي مزور صاحب الجلالة ما حاضر الضبط القضائية كتبوها لواحد الأمي ما كيعرفش يقرا وداروه كيعرف يقرا قوض التحقيق كتبوا ليه وداروه كيعرف يقرا وكيعرف يكتب أصبحت المعلومات طبقا الفصل 191 من المسطرة الجنائية بأنه لا يعتد تعد سوى معلومات ولا عبارات الإشادة والمدح في القرارات والإحكام القضائية اللي كتبع وكتشرى. أنا كنقولها بصريح العبارة يا صاحب الجلالة ما قدرتش نعطي الحق ديالي. أنا كنطلب من صاحب الجلالة الله يجزيكم بخير صاحب الجلالة قدام هاد الناس كيتفرجوا فيه أنا بغيت تعتقلني أنا والوليدة ديالي أنا وخوتي الدين حدا الوليدة ديالي الله يجزيكم بخير. حنا خمس سنين وحنا كنتقاتلوا من أجل أبسط شروط المحاكمة العادلة ما بقيناش نولي عندنا الخلط فين إن المملكة إحنا فاش كاينين واش مملكة محمد السادس نصر الله وأيده والعائلة العلوية الشريفة واللي ولي العهد ديالو هو مولوي الحسن الله ينصر ولا في المملكة ديال من يصلي إلى يساركم وهو وشركائه لأن ولات الأحكام القضائية تتصدر صاحب الجلالة بعبارة الإشادة والمدح والتمجيد لهذا السيد قرارات قضائية جنائية استئنافية عارضة 36 مثلا في الملف ديال الوليدة ديالي قرار قاضي التحقيق الإحالة والمتابعة محاضر الضابط القضائي الصدر عن بعض عناصر الفرقة الوطنية. أنا لا أعمم صاحب الجلالة هناك كما قلتم في نفس الخطاب ديال 18 الذكرى ديال هناك الناس نزهاء رجال صادقون ونساء صادقون أنا لست متشائما ولكن أنا صاحب الجلالة مثلكم أنا واقعي أنقل لكم بأمانة وصدق التي لي كيعكسوا الاحترام الحقيقي لجلالتكم بان هذا ما يقع وصاحب الجلاله على مستوى المغرب ها كيفاش كيتجراو مجموعه ديال الملفات. انا لا اعمم مجموعه ديال الملفات حنا ما بقى عندنا حتى شي حق انا وخوتي كنتسناو صاحب الجلاله باننا يديونا المحكمه جنايات لان درنا خدي اطباء الوالده ديالي عطات مواطنين لهاد البلاد مواطنين صالحين كنا جميعا بدون اي استثناء بدون اي سوابق حتى جا واحد الشريك ديال السيد اللي كيصلي على اليسار ديالكم ودار لينا هاد الملفات وشرى لينا احكام قضائيه وشرى لينا متابعات بصريح العباره وحنا كنتسناو بان تلقى يجيو يتليو علينا الاحكام جاهزه وقرارات جاهزه لفائده الفساد ومن طرف الفساد وكنتوجهوا لصاحب الجلاله كنداء اخر نداء حنا غنمشيو صاحب الجلاله حنا كما قلت افراد من شعبكم الاحرار انا نمشيو للموت والريوسنا مهزوزين حنا حسن لينا الموت ولا الكرامه ديالنا تقاس حسن لنا نمشيو للحبس الف مره صاحب الجلاله ولا الذل ولا هادشي اللي كنعيشو الظلم والذل اللي كنعيشوه دابا انعدام الحقوق انعدام الحريات انعدام تطبيق القانون انعدام المساواه امام القانون حنا قدام واحد لوبي واحد لوكلوني كيمارس علينا الساديه ديالو بعيد كل بعد عن القانون وعن العدالة المغربية وعن المسؤول المغربي. أخيرا كنتوجه للجميع السلام على مولاي صاحب الجلالة الأمير المؤمنين الملك محمد السادس والسلام على المشاهدين وشكرا جزيلا.